ساعة ما جامعة النيل أنشئت عام 2006 واهتمت بكل العلوم التكنولوجية خاصة علوم الحاسب أو الكمبيوتر ساينس، وكان دايما الارتفيشل انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي له أولوية كبيرة جدا خاصة في المجالات اللي ليها علاقة بالمجالات الطبية والحيوية. كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب كلية شديدة التميز، بتدي فرصة للطلاب بتوع مرحلة البكالوريوس وطلاب مرحلة الماجستير وطلاب مرحلة الدكتوراه ان هم يتفوقوا على اقرانهم في الجامعات الاخرى جوه مصر وبره مصر، نتيجة ان احنا عندنا شراكات كتيرة مع جامعات بره مصر زي جلاسكو كاليدونيان يونيفرسيتي اللي الطلاب بيقدروا يروحوا هناك وان سيمستر فصل دراسي كامل، وبعض الطلبة بيعملوا له اكستنشن لفصل دراسي اخر، وبعض الطلبة بياخدوا الشهادة بتاعت جلاسكو كاليدونيان يونيفرسيتي بالإضافة إلى الشهادة بتاعت جامعة النيل، ونفس القصة دي بتتعمل مع كنت ستيت يونيفرسيتي في الولايات المتحدة. الجامعة بوجه عام بتراعي الطلاب المتفوقين مرعاة يعني شديدة جدا، سواء عن طريق المنح الدراسية أو عن طريق الخصومات والمنح الدراسية الجزئية. عندنا مجموعة كبيرة جدا من الشركاء الصناعيين موجودين في المجلس الصناعي الاستشاري الخاص بالكلية، منهم IBM، مايكروسوفت، سيسكو، هواوي، وأغلب الشركات الدولية زي هواوي وزي ريد هات وزي أمازون ويب سيرفيسز ليها أكاديميز موجودة في الجامعة بتخدم الطلاب بتوع الجامعة ويقدروا يحصلوا على شهادات مهنية دولية بالإضافة إلى الشهادات الجامعية اللي بتمنحها ليهم الجامعة. ده طبعا بيخليهم سباقين جدا في سوق العمل في الصناعة، والكلام ده بيؤدي لأن الطلاب بتوعنا وهم في سنة تانية وفي سنة تالتة بياخدوا أماكن جيدة جدا في الصناعة. حتى قبل ما يتخرجوا بيقدروا بعد كده ان هم يكملوا ماجستير ودكتوراه، سواء الماجستير ده كان ماجستير علمي او ماجستير مهني. الكلية بوجه عام بتوفر بيئة تعلم قوية جدا، بتطلع شخصية قوية، والشخصية القوية دي قادرة على الاعتماد على نفسها وقادرة على التعلم الذاتي، بالإضافة إلى إنها قادرة على التعامل مع الآخرين واكتساب خبراتهم وإضافتها وإضافة الخبرات بتاعة الآخرين ليهم. فكل طالب بيقدر إن هو يستفيد من الدكاترة بتوعه والمعيدين بتوعه اللي بنختارهم على أعلى مستوى علشان يقدر ان هو يكون الشخصية بتاعته ويطبقها في سوق العمل. اغلب المعيدين والدكاترة اللي موجودين عندنا هم شخصيات قيادية على مستوى علمي هايل، سواء على مستوى الدولة او في العلاقات الدولية. فالحقيقة احنا بنفخر ببيئة العمل اللي موجودة، اللي خلت الطلبة بتوعنا ينشروا في احسن المجلات العالمية ويعملوا يكسبوا مسابقات دولية زي المسابقة بتاعت ديل EMC اللي الناس عندنا فيها وصلوا لمرحلة متقدمة. الحاجة الأخيرة اللي أحب أبينها هي إن الكلية بتتعاون مع كل كليات الجامعة. الطلبة اللي عندنا ساعات بيدرسوا اقتصاد في كلية إدارة الأعمال، ساعات بيدرسوا روبوتس في كلية الهندسة، فساعات بيعملوا مشروعات تخرج مع كليات الهندسة ومع الكليات الأخرى. فإحنا بنحاول نعمل مجتمع قريب جدا للمجتمع المثالي اللي احنا عايزين يبقى مبني على اقتصاد المعرفة واللي فيه تجانس بين كل التخصصات وتعاون بين كل التخصصات علشان يحقق الهدف الأسمى اللي هو اقتصاد قوي لكل الأطراف. شكرا جزيلا.